بزاف ديال الاباء كيربطوا العلاقه ما بين السعاده ديال الاطفال ديالهم والجانب المادي، لهذا كنلاحظوا ان الاباء كيشريو لوليداتهم بزاف ديال الاشياء اللي كيبغيوها، كيخرجوهم للاماكن اللي كيبغيوها غير باش يشوفوا وليداتهم فرحانين وسعداء، وهذا راه غلط لان الطفل ما كيبقاش عقل على اي شيء مادي شريتيه له، ولكن كيعقل على الوقت اللي كدوزوا معاه. مني الطفل ديالك كتحضنوا ليك، كدوز معاه الوقت، كتسمع له، كتعطيه واحد القيمة، كتثق فيه، كتكبر فيه داك الثقة في النفس، كتعرفوا أنه راه محمي من طرفك وبأنه هو أهم شيء في حياتك، الطفل هناك كيكون السعادة ديالو. لهذا إلا كنت بغيتي تشوف ولدك سعيد خصك تثق فيه، ومني تكون معاه خصك تكون معاه بالجسد وبالروح ديالك، ودائما خصك انت تكون سعيد باش تعطي لولدك هذيك السعاده، لان السعاده كياخذها من الاباء ديالو. دونك الا كنتو بغيتو تشوفوا الاولاد ديالكم سعداء خدموا على السعاده ديالكم، ودائما نفكروا قبل ما نهضروا. خلال واحد البحث في الجامعه عن السعاده عند الاطفال، سولوا بعض التلاميذ وقالوا لهم فوقاش كتحسوا براسكم فرحانين مع الاهل ديالكم، والجواب كان تقريبا عند الجميع، كل شيء اختار شهر رمضان. وهنا السؤال كيتطرح، كيفاش وليدات ما بين 8 سنين و 12 سنة اختاروا شهر رمضان كشهر السعادة عندهم؟ هنا غنرجعوا لموضوع السعادة. الطفل كتعجبو ديك اللمة ديال العائلة، كيعجبو داك الجو ديال رمضان اللي كيكون فيه التسامح، التعاطف، المحنة، الراحة النفسية عند الآباء، كيبغي يشوف والديه فرحانين، كلشي فرحان في هذيك الطابلة، كلشي مجموع. هذاك الشيء هو اللي كيخلق السعادة عند الطفل ديالنا، هذاك الشيء هو اللي تيكبر داك الرصيد ديالو ديال الذكريات. لهذا نستغلوا هذا الشهر المبارك ونجعلوه طاقة إيجابية وشحنة من الطاقة ديال الحب والسعادة للطفل ديالنا. دائما نفكروا قبل ما نهضروا.